القرار ديال عدم التوقيع على اتفاق 25 ابريل و الانسحاب من اخر جولات الحوار الاجتماعي لخمسه قضايا اساسيه. اولا السياق العام، الاحتقان اللي كان في المغرب، الاحتجاجات، حنا قلنا لابد من اشارات ومبادرات من الدوله للحد من هذا الاحتقان ولمعالجه هذه القضايا، مثل الاعتقال اللي كاين، متابعات القضائيه اللي كتستهدف النقابيين، الحراك الاجتماعي الى غيره. هادو اجراءات اللي مشأنا انها تساعد على الوصول الى اتفاق. المساله الثانيه هي عدم الوفاء بالالتزامات. لا يمكن التوقيع على اتفاق وهو يغيب ويرفض تنفيذ ما تبقى من اتفاق لمده 8 سنوات، لان المنطق ديال احترام الالتزامات حاضر بشكل قوي. المساله الثالثه انه تجزي الطبقه العامله. لا يمكن ان نقدم اجراءات في تحسين الدخل لفئه ديال الموظفين ونعطي الاستفاده الى القطاع الخاص الفلاحي والصناعي. اذا المساله ديال التعميم والمساله ديال نفس يدخل في نفس حيز التنفيذ في نفس التوقيت. المساله الثالثه هي القوانين الاجتماعيه، او الرابعه القوانين الاجتماعيه. كانت تجربه سابقه وحنا ما يمكنش دائما نستحضرها، هو تمرير ملف التقاعد من طرف بن كيران دون العوده الى طاوله الحوار الاجتماعي. لهذا اكدنا على ان كل القوانين الاجتماعيه يجب ان تمر على طاوله المفاوضات وان يكون فيها حوار اجتماعي وتوافق. والحال ان هناك قوانين جايبها الحكومه ومنصوص عليها في هذا الاتفاق، قانون تنظيم الاضراب، مراجعه مدونه الشغل، مرسوم خاص بالعقد المحدد، هذه كلها اجراءات في غياب تفاوض حولها ستفتح المجال الى مزيد من الهشاشه وستضرب في العمق احد الادوات الاساسيه للحركه النقابيه هو الاضراب، ممارسه حق الاضراب. المساله الرابعه هو الضريبه. الكل يتكلم عن غياب عداله جبائيه في المغرب، والكل يتكلم بانه الموظفين والاجراء هم المستهدفين لان يقتطعون من المدفع. فكان المطلب ديالنا هو توجه نحو هذه العداله، مراجعه الضريبه على الدخل من اجل انصاف الطبقه العامله لان هي الممول، وهذه حتى هي تم الرفض ديالها. المساله الخامسه، ليس هناك لغه ديال المستعمله داخل الاتفاق، ليست لغه دستور منظمه العمل الدوليه، وليست لغه دستور المغرب، وليست لغه حتى الخطاب الملكي ديال عيد العرش الذي يتكلم عن الحوار الاجتماعي، والدستور يتكلم عن المفاوضة الجماعية بمعنى التشاور. الحكومة عندما تقر باستشارة مع مؤسسات دستورية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي كتبعث له قضايا من أجل إبداء الرأي، ولا تأخذ بعين الاعتبار ذلك الرأي من مؤسسات دستورية، فكيف لا وهي تتشاور مع نقابات. إذا الإرادة المسبقة هي أنه التمرير ديال القوانين، وهي ضربة هذا الشيء اللي ما يمكنش تقبله الكونفدرالية، وأتواصل مع برنامج النضالي من أجل التصدي لضرب المكتسبات، من أجل تحسين المطالب، ومن أجل أنه مغرب يكون مغرب اجتماعي ديمقراطي لصالح الجميع، وأن المأساة الحوار الاجتماعي بدون سن قانون راه ما يمكنش نوصلوا للمأساة الاجتماعي، ولن تكون هناك منظومة جديدة للحوار الاجتماعي في غياب الرأي ديال منظمة النقابات.